لما تلاقي واحد يكرهك بدون سبب اعطيه كف على وجهه وخليه يكرهك بسبب، ما هو هيك ولا هيك كرهك. واحد محشش بيسأل بنت اسمك ايه؟ قالت له وعد. قال له اقسم بالله ما اقول لحد. واحد يقول لصاحبه انا كان نفسي اكون مليونير زي ابوي. رد علي صاحبه وابوك كان مليونير؟ رد علي لا بس هو كان نفسه كمان. قالت له لازم يا حبيبي تمسح كل حاجة وحشة في حياتك تنساها للأبد. راح حطها بلوك على وجهها. ولد يسأل أبوه شو الفرق بين القضاء والقدر والمصير؟ ورد علي أبوه مثلا لو رحنا البحر نسبح وغرقت أمك هذا قضاء وقدر ما نعترض عليه، بس المصيبة لو طلعت أمك تعرف تسبح. حشش راح يشتري طيارة لعبة لولده. راح أعطى راعي المحل فلوس مونوبولي. قال راعي المحل هذه فلوس مو صدقية. رد عليه المحشش وقال يعني طيارتك صدقية؟ حشش أصابعه مكسورة ملفوفة بجبس. سأل الدكتور إذا شفيت وفكيت الجبس أقدر أعزف على البيانو؟ قال الدكتور طبعا أكيد. قال المحشش غريبة مع أني ما كنت أعرف أعزف قبل. حشش كل ما لمس مكان بجسمه عور. راح سوى فحص كامل لجسمه طلع اصبعه مكسور. حشش يقول لمحشش ودي ابيع سيارتي بسعر غالي. قال له بسيطة غير علامة سيارتك حط علامة فيراري. بعد اسبوع تقابله قال له ها بعد سيارتك؟ قال له انت مجنون حد يبيع فيراري؟ غبي شاف ناس مجتمع على حادث يبي يشوف مو قادر. قام يصارخ وخره أبوي أبوي. الناس وخرت عنه طلع المصدوم حمار. واحد يقول للدكتور دكتور دكتور فقدت ذاكرتي ما أتذكر شي يا دكتور شو أفعل؟ رد علي الدكتور الحالة عندي بس ادفع لي أول. وزارة التربية والتعليم من الابتدائي إلى الثانوي ما عندهم غير رحلة لحديقة الحيوانات لدرجة أن القرد يحط إيده على كتف